قانون أوم يمكن تطبيق عليه مثال، احسب نصف قطر سلك طوله 100 متر ومقاومته النوعية 2×10^7 أوم متر. لكي يمر تيار شدته 10 أمبير خلال ثانيتين، الحل فكان يلزمه شغل 1600 جول. الحل احسب نصف القطر لسلك طوله 100 متر ومقاومته النوعية. إذن المقاومة النوعية، أول ما نسمع في المعطيات مقاومة نوعية نكتب قانون المقاومة النوعية R تساوي رو E في L على مساحة المقطع، وحيث أن مطلوب نصف القطر يبقى نمسح، نستبدل المساحة بط نق تربيع باي R تربيع اللي هو مساحة مقطع السلك الدائري. يبقى أصبح عندنا اللون الأحمر كله معلوم ونصف القطر مجهول، ولإيجاد نصف القطر يجب أن نعرف جميع البيانات القانون. الطول معلوم بمئة متر، نعوض عن الطول بمئة متر متحولة جاهزة، والمقاومة النوعية موجودة 2×10^7 والباي 3.14، يبقى كله أصبح معلوم، ولإيجاد نصف القطر يجب معرفة المقاومة. المقاومة غير موجودة تماما في المعطيات، نعمل ايه؟ نشوف المعطيات. التيار موجود 10 أمبير، يبقى I 10 أمبير، و R ما نقدرش نجيبها إلا من القانون بمعرفة فرق الجهد، والتيار يمكن معرفة R، يبقى R لإيجاد R الأي موجود معلومة، ولكن الفي غير معلومة. نحاول من المعطيات نجيب في الشغل 1000 جول، يبقى فكرنا بالقانون ان الشغل تعريف فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها 1 كولوم. الشغل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها 1 كولوم. الشغل موجود 1000 جول، ولكن الكيو غير معلومة. لو بصينا المعطيات نلاقي تيار وزمن، هنلاقي تيار وزمن، وبالتعويض عن التيار ب10 وكمية الكهربية بزمن ب2 ثانية. اذا كمية الكهربية مجهول طرفين في وسطين، اذا الكيو هتساوي 20 كولو. اذا اتحلت مشكلة الكيو ب20 بقسمة 1620، ينتج لنا ان فرق الجهد 80 فولت. فرق الجهد 80 فولت. خلاص اصبحت بقانون اوم، اصبح باستخدام قانون اوم عارفين ان الفي معلومة والاي 10 امبير، الفي 10 امبير والفي
80 فولت. اذا يمكن ايجاد ار للمقاومه، اذا ار تساوي غطي الار كده تساوي الفي على الاي، الفي فرق الجهد 80 وشده التيار 10 امبير. اذا المقاومه 8 اوم. وبالتعويض، وبالتعويض عن المقاومه 8 اوم والضرب التبادلي، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، ونحاول ايجاد ار تربيع في طرف. اذا التمانية ضرب الباي ضرب الار تربيع طرف ايسر، والطرف الايمن هيكون باقي اللي هو 2 في 10 اس سالب 7. ضرب المية. ولإيجاد ار تربيع نقسم الطرفين على معامل ار تربيع، يبقى ار تربيع تساوي نقسم على 8 باي، لو معامل 8 باي والبسط 2 في 10 سالب 7 في 100، وبإيجاد ار تربيع ثم إيجاد الجذر التربيعي، الجذر التربيعي الار تربيع، اذا يمكن ايجاد ار وهي قيمة المقاومة وحدة قياسها بالمتر. تلاحظ ان في المثال استخدمنا عدد كبير جدا من القوانين، وذلك اشتقاقا من قانون اوم. فاول ما نسمع المقاومه النوعيه نكتب القانون المقاومه النوعيه، هنلاحظ لايجاد ار تربيع لازم نوجد كل المعطيات، فكل المعطيات موجوده ما عدا المقاومه ار، الطول موجود والمقاومه النوعيه موجوده نعوض عنها، والباي معروفه والار مش موجوده، نحاول ايجادها. ايجادها منين؟ من قانون اوم. فالتيار موجود 10 امبير، اذا المشكله عندنا في مين؟ في الفي. طب هو اعطانا اشياء نحاول نجيب منها الفي، اللي هي فرق الجهد، هو الشغل المبذول لنقل كميه كهربيه، هو الشغل المبذول لنقل كميه كهربيه. اذا الشغل موجود 1000 وكميه الكهربيه مش موجوده. طب نستفاد من قانون شدة التيار، بيساوي هو كمية الكهربية اللي بتمر في الثانية. طب التيار عندنا 10 امبير والزمن خلال ثانيتين، يبقى كيو بتساوي 20 كولوم. الكيو نقدر نجيبها 20 كولوم، اذا حلت مشكلة الكيو، وبالتعويض يمكن ايجاد في يطلع 80 فولت. وبايجاد في باستخدام قانون اوم، في معلومة 80 اي ب 10، اذا الار بيساوي 8، نقسم اذا الار بيساوي، نقسم الار تساوي في على الاي 80 على 10 فيها 8 اوم. اذا اصبحت كل الار معلومة، الار كابيتال كله معلوم ما عدا ار تربيع اسمه نص القطر. وبالتعويض يمكن ايجاد ار تربيع، وبمعرفة ار تربيع نتمنى ان تكونوا وفقتم في معرفة حل هذا المثال المستنتج من أكثر من قانون. ومع السلامة، وربنا يوفقكم.